السلام عليكم. إسرائيل بدأت بالتحرك من أجل توجيه ضربات عسكرية مباشرة تجاه جماعة الحوثي في اليمن. هذا الأمر أصبح واضحا مما نشر في 24 ساعة الماضية من قبل قناة N12 العبرية، بالإضافة أيضا إلى CNN الأمريكية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى تأخذ نفس الطريق تماما، وهو لضرب جماعة الحوثي أيضا بشكل مباشر بضربات عسكرية. الأمر الذي أصبح واضحا أيضا في 48 ساعة الماضية كما تحدث موقع بلومبرغ. التفاصيل هنا مرتبطة بتصريحات صادرة من قبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي أكد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بقيت الولايات المتحدة الأمريكية مترددة حول التصعيد من قبل جماعة الحوثي تجاه المياه الإقليمية. نقصد هنا مضيق باب المندب، البحر الأحمر، والسفن التجارية والسفن الإسرائيلية بشكل عام. فإن إسرائيل هي التي ستقوم بنفسها بضرب جماعة الحوثي بضربات عسكرية مباشرة، وهذا كله بسبب، ويأتي هذا التصريح طبعا من قناة N12 بهذا الشكل ونشرت بهذه الطريقة بعد بيان صادر من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، الذي نشر بيانا خطيرا يوضح تصعيد كبير هذه المرة من قبل جماعة الحوثي تجاه المياه الإقليمية والسفن بشكل عام. فالذي تحدث عنه هذا البيان بأن جماعة الحوثي ببساطة ستستهدف أي سفينة متجهة مباشرة إلى إسرائيل، بمعنى آخر أن أي سفينة تجارية لأي دولة في العالم موجودة في خليج عدن، في مضيق باب المندب، أو حتى في البحر الأحمر متجهة إلى أي ميناء من الموانئ الإسرائيلية، فإن جماعة الحوثي ستقوم بضرب هذه السفن وتدميرها أو اختطافها، ستصبح هدفا بالنسبة لجماعة الحوثي. وطبعا من الممكن أن يتساءل البعض كيف من الممكن لجماعة الحوثي أن تضبط مثل هذه المسألة. ببساطة هنالك موقع المارين ترافيك على سبيل المثال، أو أي من المواقع التي تتتبع رحلات السفن، عادة هي التي تسجل جميع تفاصيل أي سفينة حول العالم بطبيعة تحركها، إن كانت قادمة من الصين إلى قناة السويس، إلى أوروبا، إلى بلجيكا مثلا، قادمة على سبيل المثال من ماليزيا إلى إسرائيل، وهكذا. هذه هي الحركة التي تسجلها هذه المواقع، وحتى أن هذه السفن أخذت احترازها أو إجراءاتها الاحترازية وبدأت تتخفى بالنسبة لإسرائيل أو غيرها من المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، فإن هنالك طرقا أخرى للتجسس طبعا بالنسبة لجماعة الحوثي. ممكن أن تستخدم السفن أو القوارب التابعة لها الموجودة في البحر الأحمر، أو حتى الموجودة في خليج عدن، أو حتى بمساعدة السفن الإيرانية المنتشرة في هذه المنطقة، وبالتالي إيران ممكن أن تساعد جماعة الحوثي في تتبع هذه السفن من أجل تحقيق هذه الاستهدافات. وبالتالي بالنسبة لجماعة الحوثي ليس هنالك مشكلة لتطبيق مثل هذا القرار، وهذا يعتبر تصعيد كبير للغاية بالنسبة من الحوثيين، وهذا لسبب مهم، وذلك لأنهم الآن صعدوا مسألة استهداف السفن. كانوا في السابق يستهدفون السفن الإسرائيلية، الآن يستهدفون أي سفينة من أي جنسية كانت، من أي دولة كانت، هي هدف بالنسبة لهم ما دام أنها تمر من هذا الخط مباشرة باتجاه إسرائيل، ستستهدفها بشكل مباشر. وأيضا في نفس الوقت هذا يعني بأن جماعة الحوثي الآن ستفرض وفرضت حصارا الآن على مضيق باب المندب، أغلقت مضيق باب المندب على إسرائيل بالكامل، المضيق الذي يمر من خلاله 40% من التجارة العالمية و6% كذلك من الوقود العالمي. وهذا يعني بشكل آخر بأن إسرائيل ستعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة للغاية في ظل هذا التطور الذي جاء من جماعة الحوثي. وإسرائيل هي تنفق الكثير من الأموال يوميا في حربها على قطاع غزة، وحتى الأسلحة التي تتحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تأتي بأموال طائلة، ولا تأتي طبعا فري ببلاش، لا أبدا، هي بأموال طبعا طائلة بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي مثل هذا التطور هو يعتبر تطور ضاغط وضاغط للغاية، وهذا هو الذي يجعل إسرائيل أن تتحدث بهذه الطريقة وأن تكون مضطرة لتوجيه ضربة لجماعة
الحوثي، وهنا تأتي مسألة التحركات الأمريكية أيضا. فالولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما تحدثت عنه البلومبرغ هي في محادثات مع عدد من دول الخليج العربية ودول الخليج العربي من أجل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية هي بنفسها بضرب جماعة الحوثي، لكنها حذرة في هذه المسألة. هي تناقش دول المنطقة، وذلك لأن جماعة الحوثي ممكن ببساطة أن تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كردة فعل عن أي هجمات أمريكية بأي شكل من الأشكال بطريقة مباشرة. وهذه طبعا مسألة أيضا مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن كانت هنالك سلاما قد تحقق بوساطة صينية بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، وعلى إثره تحققت العديد من محادثات السلام بين المملكة العربية السعودية وبين جماعة الحوثي، وحتى بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية اليمنية. كان هنالك ترتيبا كبيرا بهذا الاتجاه. ممكن لأي ضربة أمريكية تجعل كل هذه الخطوات الدبلوماسية المهمة التي قادتها الإدارة الأمريكية إدارة جو بايدن ممكن أن تنهار بمثل هذه التطورات. لا بل إن جريدة الأخبار اللبنانية المعروفة بأنها تابعة لحزب الله اللبناني تحدثت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر مع دول الخليج العربي لتفعيل الحكومة الشرعية اليمنية. الفصائل اليمنية التابعة والمدعومة طبعا مثلا من الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، أو حتى المملكة العربية السعودية، بأنها ستفعل هذا الخط وتفعل المعارك على جماعة الحوثي، وذلك لجعل جماعة الحوثي تحت الضغط في هذه المنطقة، تشتت انتباهها، تشتت تركيزها مما يجري هنا على المياه، ومحاولة إضعاف جماعة الحوثي بشكل أكبر. وجماعة الحوثي سبق وأن تحدثت عن هذه المسألة، المكتبة السياسية تابع لحركة أنصار الله سبق وأن تحدث عن هذه المسألة. أي تفعيل لمثل هذا الهجوم من الممكن أن تعتبره مباشرة جماعة الحوثي بأنه تحالف سعودي إماراتي وغيرها من هذه الأمور. نتحدث هنا عن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. أي تفعيل لمثل هذا الأمر، فجماعة الحوثي كانت واضحة بأنها ستستهدف كل المنشآت النفطية ومنشآت الغاز، إن كانت الموجودة في السعودية وإن كانت أيضا الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، ستستهدفها بالكامل. لا بل إنها ستستهدف أيضا بحسب تصريحات المكتبة السياسية تابع لحركة أنصار الله، سيستهدفون أيضا السفن النفطية الموجودة في هذه المنطقة. بمعنى آخر بأنهم سيغلقون مضيق باب المندب بالكامل على مستوى الوقود على العالم بأكمله وليس فقط إسرائيل، وبالتالي الأمر ستطوره جماعة الحوثي إلى أعلى المستويات إنما تم التصعيد من قبل الحكومة الشرعية وإعادة تفعيلها مرة أخرى في معاركها ضد جماعة الحوثي. ولكن هنا طبعا المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة لضرب جماعة الحوثي الآن وحتى على المستوى الإسرائيلي، وذلك لأن الأمر تطور، وكما تحدثنا أصبحنا أمام حديث عن سفن دولية تستهدف، وكذلك أن إسرائيل أصبحت تحت الضغط وبدأت تضغط على الولايات المتحدة بهذا الاتجاه. بالتالي نحن أمام تطور كبير وكبير للغاية في هذه المنطقة، وجماعة الحوثي لا زال تطلق طائراتها المسيرة في البحر الأحمر. فكانت هنالك أنباء قادمة من قبل الجانب الفرنسي تحديدا، بيان فرنسي صدر أكد بأن إحدى مدمراتهم الفرنسية الموجودة في البحر الأحمر تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرة قادمة من نقاط سيطرة جماعة الحوثي تحديدا، تمكنت من ضربها. وطبعا تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن هذه المسألة، بتاري جماعة الحوثي لا تأخير لها، ليس لديها أي تأخير، هي مستمرة في استهدافاتها. وأيضا أن السفن الأمريكية، وأتحدث هنا عن المدمرات الأمريكية، يوم أمس بحسب أم تي أندرسون وكما وثقه من الأقمار الصناعية، أوضح بأن هنالك مدمرة أمريكية من طراز أرلي بيرك كانت قد تحركت واقتربت تماما من سفينة إيرانية، وهي سفينة بهشاد التي ترونها هنا. هذه السفينة يشتبه بأنها تعطي المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي لأي سفينة تمر من مضيق باب المندب للبحر الأحمر لإسرائيل، أو من إسرائيل على سبيل المثال إلى مضيق باب المندب. هي التي تعطي المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي بأننا أمام سفينة إسرائيلية، وبالتالي هنا تقوم جماعة الحوثي باستهداف مباشر. بالتالي هنا تلاحظ أن
المدمرة الأمريكية اقتربت منها يوم أمس في 24 ساعة الماضية، ويبدو بأن هنالك عمليات تجسس وتنصت على ما تقوم به هذه السفينة وما يدور داخل هذه السفينة. وهذه العملية طبعا واقتراب المدمرة الأمريكية من السفينة الإيرانية تم في هذه النقطة تماما بحسب ما وثقه ام تي أندرسون. لا بل أن وزارة الخزانة الأمريكية أيضا أعلنت مؤخرا بأن هنالك عقوبات على 13 فردا وكيانا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية إلى الحوثيين. أي أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة وجادة للغاية في الضغط على جماعة الحوثي. التصعيد الحوثي لا يأتي من فراغ أبدا، وطبعا التصعيد الحوثي يأتي مدروسا لأن بالنسبة للجانب الإسرائيلي بدأ يتقدم في داخل قطاع غزة، وهو مستمر في عملياته في داخل قطاع غزة. فكانت هنالك لقطات قد نشرت بهذا الشكل لسيطرة إسرائيلية على ميدان فلسطين في شمال قطاع غزة في مدينة غزة تحديدا، ونشرت الدبابات الإسرائيلية كما تلاحظون وهي تسيطر، والعلم الإسرائيلي كان حاضرا وموجودا في ميدان فلسطين كما تلاحظون. وبأن هذه واحدة من اللقطات التي توضح لك بأننا في مستشفى، هنا أمامنا مستشفى للأطفال للصم تحديدا موجودة هنا وواضحة، وهذا يساعدنا في تأكيد هذه المنطقة. وهذه لقطة وصورة أخرى طبعا لنفس هذا الموقع، إذا ما حاولنا أن نأخذ بعض الصور أو الإحداثيات لهذه المنطقة طبعا ونحددها، سنلاحظ أن شكل المبنى يأتي بهذه الطريقة وبهذا الشكل. هذا مبنى آخر طبعا، وسنلاحظ أن هذا المبنى يمتد بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وبعدها يأتي مبنى بجانبه، وهذه هي الدبابات، وهذا الطريق، وهذا هو الدوار الذي نراه بكل تأكيد. بالتالي مع المعلومات ومع ما نشر بأن إسرائيل سيطرت على هذه النقطة، لنتجه مباشرة إلى شمال قطاع غزة، ونحاول أن نتجه مباشرة إلى ميدان فلسطين لنتأكد مع الصور مع ما تم تحديثه هل فعلا أن هذه النقطة التي وصلت إليها إسرائيل، وهذا هو الدوار الذي نتحدث عنه بالتفافة بسيطة. سنجد أن المستشفى موجودة هنا طبعا، وسترى بأن كل شيء يتطابق مع ما رأيناه. لاحظ هنا نفس الصورة التي رأيناها قبل قليل، وهنا تلاحظ هذا هو نفس المبنى بنفس الشكل، هذا هو المبنى الثاني، وهذا هو الطريق، وهذا هو الدوار. ويعني أن فعلا العلم الإسرائيلي كان موجودا في ميدان فلسطين، وبأن الدبابات الإسرائيلية موجودة في هذه المنطقة. واضح بأنهم يستعدون للتقدم بهذا الطريق الذي نراه أمامنا بهذا الشكل إلى عمق مدينة غزة. ودعونا نأخذ صورة موضحة لنعرف كيف الأمور قد تغيرت بمقارنتها مع صورة الوور مابر. آخر تحديث للوور مابر كان في 7 ديسمبر، لم يتم تحديث هذه الخارطة حتى هذه اللحظة. بالتالي نحن تحدثنا عن هذين الملعبين طبعا، هي نقطة مهمة بالنسبة لنا، وهذا هو الدوار الذي وصلت له إسرائيل. هذه الملاعب واضحة جدا على الوور مابر كما سنلاحظ الآن. هذه الملاعب من هذه الصورة، هذا هو الملعب الأول وهذا هو الملعب الثاني، ويعني أن الدوار تقريبا يأتي بهذا الاتجاه، وهذا يوضح أن إسرائيل قد وصلت إلى هذه النقطة، ويعني تقريبا هم أصبحوا حاضرين هنا، ويبدو بأنهم يعني يتجهون للسيطرة على مربعين تقريبا في هذه المنطقة للسيطرة على الموقع بأكمله. لا بل إن الأنباء منذ ليلة يوم أمس حول ما يجري في شمال قطاع غزة هي أنباء كبيرة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. إسرائيل بدأت باقتحام الشجاعية، وبدأت كذلك باقتحام أيضا مخيم جباليا بهذا الاتجاه، يحاولون إنهاء المعركة بالكامل، يحاولون أن تلتقي القوات القادمة من الشرق والقادمة كذلك من الغرب في شمال قطاع غزة لإغلاق المنطقة تماما مع إغراق الأنفاق كما بدأوا بالعمل الأسبوع الماضي في مخيم الشاطئ. وبالتالي هنالك عمل كبير لإنهاء هذه المنطقة. وأيضا السفن الإسرائيلية بدأت أيضا بعملية استهدافات خطيرة تجاه رفح هذه المرة، استهدافات كبيرة وقصف مستمر على هذه المنطقة، مما قد يرشح أن إسرائيل تبحث عن عملية القيام بإنزال على هذه المنطقة. وسبق لها أن قامت بهذا الإنزال قبل فترة من الاختراق الإسرائيلي الذي بدأنا نراه بهذا الشكل. وبالتالي هم من الممكن أن يقوموا بإنزال بهذه المنطقة، ممكن أن يقوموا بعملية تقدم أيضا بهذا الاتجاه لإغلاق وعزل خان يونس عن مدينة رفح،
من أجل اغتيال القادة، قادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وحتى أن التطور الذي يأتي هنا في خان يونس بعد هذا الاختراق الكبير قد تطور بشكل أكبر بحسب ما تحدث عنه معهد دراسات الحرب. دعونا نأخذ صورة مقربة والحديث من معهد دراسات الحرب وما أكده بأن هنالك التقاء لهذه القوات، وأصبحت هذه القوات محاصرة لكل من هو موجود في هذه المنطقة في الداخل من الفصائل الفلسطينية وغيرهم، أصبحوا محاصرين من جميع الاتجاهات. وهذا ومعهد دراسات الحرب وما أوضحه طبعا بأن هنالك اتصالا كما تلاحظ بهذه المنطقة، لا بل أن هنالك تقدما بهذا الشكل، وبالتالي هنالك عدد من النقاط أو عدد من المربعات التي تحاصرها الآن إسرائيل في خان يونس. والجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب الأمريكي بأنهم بحاجة لشهر كامل الآن في خان يونس لإنهاء هذه العملية. وطبعا هذه مسألة طبيعية أن تتقدم إسرائيل بهذا الشكل. فعلى سبيل المثال مما نشر من قبل الواشنطن بوست في 24 ساعة الماضية، ستلاحظ بأنها أكدت بأن في شهر ونصف فقط من الجانب الإسرائيلي قامت إسرائيل بإلقاء ما يقارب أكثر من 22 ألف قنبلة موجهة وغير موجهة زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة. لاحظ هذه الكمية الكبيرة من هذه القنابل التي أسقطتها على قطاع غزة التي تبلغ مسافتها تقريبا 360 كيلومترا. أيضا وكالة رويترز أكدت بأن إدارة بايدن الآن أخذت واستخدمت صلاحيات الطوارئ الخاصة بها التي تعدت من خلالها الكونغرس الأمريكي، وقامت بإرسال 14 ألف قذيفة دبابة من عيار 120 ملم لإسرائيل بقيمة تزيد عن 106 مليون دولار، دعم أمريكي كبير للجانب الإسرائيلي في هذه المعركة للاستمرار في التقدم. ولكن أيضا يجب أن ننتبه بأن الجانب الإسرائيلي يتعرض إلى الكثير من المشاكل وإلى الخسائر. فعدا القتلى هنالك كما تحدثت يدعود أحرنوت وحتى هارتس الإسرائيلية بأن هنالك 5000 مصابا من قبل الجيش الإسرائيلي مع بدء العملية البرية في قطاع غزة حتى يومنا هذا، والحديث بأن 58% منهم قد تعرضوا إلى البتر في العديد من أطرافهم، وبأن هنالك 2000 منهم قد أصبحوا معاقين الآن من الجنود الإسرائيليين. وهذا عدا القتلى وعدا لقطات الخسائر الكبيرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، بالتالي هنالك خسائر لا يمكن نكرانها من الجانب الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس هنالك تطورات خطيرة وخطيرة للغاية تجري على مستوى المنطقة بأكملها وليس فقط في قطاع غزة. ويجب التفكير بأن هنالك إضراب عام في عدد من الدول، إن كانت حتى في منطقة الشرق الأوسط أو حتى العالم، هنالك إضراب بسبب أن هذه المعركة مستمرة، وبسبب أن مجلس الأمن الدولي قد صوت في حقيقة الأمر 13 دولة صوتت من أجل إيقاف الحرب طبعا على قطاع غزة، وحتى بريطانيا كانت ببساطة قد امتنعت عن التصويت، لكن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت بالفيتو واستمرت هذه الحرب. بالتالي هنالك ردة فعل كبيرة عالمية ليس فقط على إسرائيل وإنما حتى على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب استمرار إطلاق النار.